وأول مرمى الفاس متقدم في النتيجة بهدف لصفر. فالحالات صف هنا في الملعب الدولي بمدينة فاس. الكل منتشي على إيقاع انتصار يتحقق في آخر دقائق المباراة. المغرب الفاسي 1 الفتح رباط المتصدر لا شيء. عمل كبير من موساتيغانا ومن اللاعب المميز يوسف العياطي يهدي الهدية التي تقبلها موساتيغانا بصدر رحب ويسلم الكرة لمرمى الحارس عصام بدة. إذا الإعادة كرة ممتازة. حلحول من وجد الحلول. سديم الشطيبي في المرة الأولى في الكلاكيت، الثاني كان حلحول، وفي المرة الثالثة جاء موساتيغانا ليعلن عن نفسه عريسا لهذه الليلة التي ستكون ليلة من ليالي الأنس. فتح رباطي في وقت صعب جدا. الفتح يعود في المباراة بهدف التعادل. الفتح رباطي والمغرب الفاس يؤدي ضريبة، لن أقول التهاون بل التفاعل بفكر الفريق المنتصر بأقل أو بأكثر من 3 أهداف. الفتح رباطي يحقق هدف التعادل في وقت صعب على بعد ثواني من نهاية المواجهة. 1-1 بين الفتح رباطي والمغرب الفاسي. المسجل كان نظن وابراهيم البحري. جمال السلامي يتنفس سعداء. هنا الإعادة. محمد أمين البقالي أظن لو كان ممكن الإعادة للكرة الأخيرة من الزاوية الأولى. سعيد محمدي، محمد أمين البقالي لإبراهيم البحري. الفتح رباطي يسجل هدف التعادل في وقت صعب. هنا الإعادة لهدف جميل جدا للفتح رباطي. تمرير الكرة كانت مطلبة.